يعني احنا هذا اللاعب نقصيه ونقطع الحياه الرياضيه لو ناخذ بيده ونساعده. فاحنا اخوان حتى لجنه التوقيت يسموني جميع الاخوان. احنا الرياضيين مثل يسوون العمليات احنا هو معالج نفسه. ينظم الاتحاد العراقي لبنان الاسام بطولة العراق لبنان الاسام اللي هي تعتبر الانجاز الافضل والاكبر وتعتبر كرنفال وتعتبر مهرجان لانها بطولة يشترك فيها جميع ابطال العراق ابطال العالم ابطال اسيا لتمثيل البلد في بطولة اسيا القادمة وغرب اسيا. طبعا بطولة العراق متقدمين 2018 بطولة مستويات كلها عرب واسيا وعالم بطولة كلش مستواها قوي بالاضافه الى نادي الموصل راح يشارك ناديين الموصل من الانديه العريقه كانت تنافس المراكز الثالث والرابع والثاني على مستوى العراق. حضرنا اليوم وفد نادي سنجار الرياضي ونادي المستقبل الرياضي للمشاركه في بطوله انديه العراق المتقدمين وطبعا هذه المشاركه الاولى بعد فتره الاحتلال المدينة من قبل عصابات داعش الإرهابية. هذه المشاركة الأولى نادي المستقبل حصل على المركز الأول في بطولة المحافظة وتأهل للمشاركة في بطولة العراق. بعد هذا الانقطاع الطويل نحن طموحين جدا للمساهمة وإنجاح البطولات وكذلك الإحراز على مراكز متقدمة في البطولة واللاعبين المتهيئين وكلهم أمل وطموح في المشاركة والمساهمة من أجل الحصول على مراكز متقدمة ونتائج طيبة في البطولة. الحدث حدث يعني من هالسنة راح يصير فد إلى طابع غير من بعد سنين قديم يعني من زمان ما صار بهيج مستوى. اليوم راح تشوف مشاركات أكثر من 150 لاعب تقريبا إلى 300 لاعب راح يشاركون بهاي البطولة من كل محافظات واللي حلوة راح يشاركون من محافظة الموصل من محافظة دهوك من محافظة البصرة من كل بقاع العراق يعني. وهاي البطولة بطولة يعني لها اسمها ولها هيبتها بطولة العراق يعني اللي يختارون منها منتخب يلعبون بطولة آسيا. Gracias.